طيب بما ان وشك الحلو فاحنا برضو هنهني ونشوف معانا كابتن محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر السابق. خلينا نقول له مساء الخير يا كابتن. الخير يا مدام شافك، ازي حضرتك؟ مبروك علينا ومبروك عليكم. الف مبروك يا كابتن. الف مبروك عليكم حبايبي. والله انا فرحانين، حاجه تفرح. الحمد لله. كلمني بقى، كلمني كده، قول لي كده وانت بتتفرج. طبعا كلنا اعصابنا كانت ضايعه، بس كلمني قول لي يعني شفت رجاله مصر النهارده عملوا ايه؟ الاول انا بحييهم على ان يلعبوا ثلاث ماتشات اكسترا تايم دي في 10 ايام، دي تخش موسوعة جينيس. والله ما فيش فرقه في العالم لعبت في بطوله ثلاثه اكسترا تايم. دي نمره واحد. نمره اثنين، الثبات الانفعالي بتاعهم في الملعب عالي جدا برغم الظروف وبرغم التصريحات اللي قالها صامويل ايتو على راسي وكل حاجه، ولكن احنا مصريين جامدين قوي الحمد لله بجد. وكلمه مش بتتقال كده، احنا في وقت الشده فعلا بنبقى باينين جامدين جدا في افريقيا. مظبوط. قعدنا مكانتنا في وسط افريقيا، احنا الفرقه الوحيده اللي في شمال افريقيا الحمد لله رب العالمين اللي بنلعب نهائي ثاني مره او ثالث مره او عشر مره. لا الحمد لله رب العالمين، احنا اثبتنا ان احنا فرقه ثقيله قوي وبنقترب لرقم 8 كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بس انا بجد بحيي اللعيبه اللي هي اول مره تنزل الملعب النهارده. زي مين؟ قول بقى الاسماء. مهند لاشين اول مره يلعب في البطوله طبعا. امام عاشور اول مره يلعب وفي ظروف اجواء، انا مريت بالاجواء دي يا مدام شافتي، هو صعبه جدا مهما تحكي وتتحاكى عليها، لا صعبه جدا جدا. انما انا بحيي اللعيبه كلها بجد، ادائها ممتاز. فتوح في ومحمد عبد المنعم اللي اخذ رجل المباراه. لا بصي، اصل الناس دي خلاص يعني حاسس بيها من زمان، فتوح وعبد المنعم وصلاح والناس دي، لا يعني معروفه الحمد لله ان هم حاجه محترمه. انا بكلمك على احساس لعيب اول مره ينزل الملعب. ايوه صح. انا بكلمك على واحد لعيب كوره فبحس بيه ان يأدي ويثبت كده في الملعب ويشوط ضربه جزاء زي مهند لاشين. مش سهله يا مدام شافتي ضربه الجزاء، انت بتخش ايه اكتر حاجه؟ طب انا عايز اسالك انت كلاعب، يعني ايه اكتر حاجه وانت بتتفرج على المباراه، هل كان عندك الاحساس ان احنا هنفوز ولا كان عندك قلق؟ يعني كلمني على لحظات القلق ولحظات الثقه. صراحة في فترات مش عشان حاجة، الإجهاد، اللعيبة كانت مجهدة جدا طبعا. أنا خفت ضربات الجزاء التركيز اللي وأنت مجهدة تفكيرك ذهنيا ما بيتناسبش مع عضلات رجلك، فممكن يبقى مخك يفكر في حاجة ورجلك ما تشركيش في الملعب. والله بجد أنا كنت قلقان بس من حتة الإجهاد. ولكن أثبتوا الأولاد إن هم حاجة فوق الخيال بجد، يعني كانوا فرقة تقيلة جدا وقبلها المغرب وقبلها كوت ديفوار على السنغال. لا الحمد لله احنا بنثبت للعالم كله ان احنا بنعمل اي حاجة في اي وقت. المصريين بجد بجد بسم الله ما شاء الله بجد. وانا يعني بحيي اللعيبة قوي 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 وجهازهم، لان الجهاز لازم يبقى عنده ثبات انفعالي بره على الخط شوية. انا اول مرة اشوف لعيبة هادية الجهاز هو المتعصب. ايوه صح، يعني الجهاز الفني بره كانت اعصابه يعني كانوا معذورين وكانوا شايفين طبعا. كمان انا عايز اسالك كمان حاجه كابتن، يعني انت لعبت ايضا الارض نفسها كانت ضدنا كمان، يعني ارض الملعب كمان يعني كانوا اللعيبه هم بيجروا الطين بتاع الارض بيطلع في رجليهم. حسيتي بنتي بالارضيه فعلا. لا الارض وحشه جدا سيئه جدا. انا عارف ان هم عشان يلعبوا البطوله بسرعه الاراضي ما كانتش تصلح للعيبه الكوره. بعدين اللعيبه اللي دي معظمها جايه من اوروبا، مش لعيبتنا بس، لا ده في فرق كثيره لعيبتها جايه من اوروبا فمش واخده على الاراضي دي. ولكن احنا كمصريين احنا بسم الله ما شاء الله، يعني اولادنا يلعبوا في اي حته يلعبوا بقى. اكيد شرفونا والله، شرفونا جدا. لا بجد انا سعيد النهارده جدا، سعيد بالاداء جدا الحمد لله. واي حاجه تحصل بعد الشر، لا الاولاد دول عملوا اللي عليهم، يستحقوا التهنئه من ويستحقوا والله لو عملوها الرجاله زي ما بنقول. كابتن محمد عبد الجليل اللاعب السابق بشكرك شكرا جزيلا، والنهارده فرحه كبيره قوي. طيب